كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل شهر وكل سنة وأنتم بألف ألف خير. نطل عليكم في غمرة أيام العيد، نبعث لكم كل مفردات وعبارات التهنئة بعيد فطر سعيد ملؤه المسرات، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وجعل الله لكم كل هذه الأيام عيد في أعياد. باسم كل فريق العمل والصاهرين على إعداد مواد وفقرات برنامجكم الرياضي اليومي الميادين، نبعث لكم بألف ألف تحية وكل عيد وأنتم بألف خير. العيد كان بنكهة خاصة لبعض الفرق، نكهة الفوز أو تحقيق تعادل هام، وبطعم مر لفرق أخرى ذاقت مرارة الهزيمة أو بتعادل في أنفاس أخيرة، وذلك من خلال إجراء باقي لقاءات الجولة 16 من البطولة الاحترافية إنوي. تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي في اللحظات الأخيرة أمام الفتح الرباطي، الرجاء الذي بذلك أهدر فرصة ثمينة من أجل احتلال صدارة الترتيب وسحب البساط من تحت أقدام الغريم التقليدي الوداد البيضاوي الذي لم يخض لقاءه عاته الجولة، وذلك بسبب مشاركته في الدورة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. رجاء الذي كان متقدما منذ الجولة الأولى، منذ دقائق الجولة الأولى بوسط رحمي، استقبل هدفا أخير في الأنفاس الأخيرة أمام فريق الفتح الرباطي بعدما خاض معظم أشواط الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب إدبو بيجين. وبالنسبة لفريق آخر كان محظوظا في هذه الجولة وفريق الجيش الملكي الذي حول تأخره بهدفين لصفر أمام فريق المغرب الفاسي إلى فوز بثلاث إصابات للتتين في آخر لقاء بعد لقاءات هذه الجولة. فريق نادي بركان حقق الانتصار على نادي زمامرة بهدف لصفر وعمق جراحه، ثم في آخر لقاء شباب المحمدية تعادل سلبيا مع فريق المغرب التطواني. للحديث عن كل هذه المواضيع وقبل ذلك ندعوكم دائما لزيارة منصة بودكاست ميديا أند بودكاست، بها تجدون بودكاست ميادين عند نهاية كل أسبوع في إطار قراءة للحدث الرياضي من زوايا مختلفة وبرؤية مغايرة. زوروا إذن ميديا بودكاست، بها تجدون بودكاست ميادين. وأرحب اليوم بضيف يطل علينا من جديد في فضاء ميادين اشتقنا إليه، وصديقنا الحارس الدولي السابق فهمي. سي خالد فهمي، مرحبا مجددا بك في برنامج ميادين. مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام، وكذلك نتمنى جميع المغاربة عيد الفطر سعيد، جميع الأمة الإسلامية قاطبة. شكرا لك سي خالد، نحن أيضا نتمنى لك عيد مبارك سعيد، ولكم أيضا ولصديقي فيصل زكي. أهلا مجددا في ميادين. أهلا بك فؤاد، أهلا الحسن، أهلا بسي خالد الفهمي ومشاهدي ومتابعي ميديا أند تي في، وعيدكم مبارك وسعيد. ونفس التحية لك صديقي حسن الجابري، وإن تبادلنا التحية ونحن نهم بدخول المؤسسة معا اليوم. مرحبا فؤاد، مرحبا فيصل، مرحبا بسي خالد فهمي، عيد مبارك سعيد لجميع المتابعين، نتمنه أن يحل على الجميع، على جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. طيب، إذا كانت فرق التي خاضت لقاءات يوم الثلاثاء قد صامت عن التهديف، شهدنا ثلاث أهداف فقط في ثلاث لقاءات في مباريات يوم الأربعاء أصدقائي، الفرق أفطرت والشهية كانت مفتوحة من أجل تسجيل الأهداف، شاهدنا هدفين في لقاء الرجاء، خمسة أهداف في لقاء المغرب الفاسي أمام فريق الجيش الملكي، ثم هدف في لقاء نهضة بركان أمام نادي هدفين في لقاء نهضة بركان، وثم تعادل سلبي في لقاء شباب المحمدية أمام المغرب التطواني. خالد فهمي، الرجاء البيضاوي كانت الفرصة متاحة أمامه من أجل العودة لصدارة الترتيب بمفرده، لكنه أهدر نقاط الفوز الثلاث في الأنفاس الأخيرة أمام فريق الفتح الرباطي الذي آمن بحظوظه في تحقيق التعادل حتى الأنفاس الأخيرة وتأتى له ذلك. حقيقة نلاحظ في المقابلة الأخيرة فريق رجاء الرياضي ليس هناك استقرار في العطاء، وهذا أظن راجع بعد المشاكل الداخلية للفريق داخل مسودة الملابس مع المدرب، كذلك لقدوم المدرب الذي لا يعرف لحد الآن كل المعطيات، كل مستويات اللاعبين، وبالتالي يجب وقت كافي لهذا المدرب ليقف على المستوى
لجميع اللاعبين ويجد التوليفة المناسبة لفريق الرجاء الذي حقيقة نتمنى أن يكون أحسن منافس لفريق الوداد الرياضي، لأن في المقابلة الأخيرة هناك بعض المستوى ليس مستوى فريق الرجاء الرياضي، هناك كذلك بعض الغيابات المؤثرة كاللاعب متولي لاعب جيد رغم أن الإصابة لأنه يؤثر كثيرا على الفريق، ولاعب كذلك آخرين ليس في المستوى التام التي يمكن لهم أن يقدموا مردودا جيدا في مستوى طموحات فريق الرجاء الرياضي. ما نتمنى هو أن يرجع الرجاء الرياضي لمستوى الحقيقة، خصوصا أنه له مسابقة دولية في المسابقات الإفريقية، وتمنى له كممثل للمغرب أن يكون في أحسن حلة، وكذلك أن يعود للمستوى الحقيقي، المستوى الذي عرفنا على فريق الرجاء الرياضي، فريق قوي، فريق يخلق العديد من الفرص، يشجع للأسف نلاحظ في المقابلة هناك تعثر في الماء والأداء ليس الذي يرضي محبي فريق رجاء الرياضي. نعم الأداء لم يرضي المحبين، لكن شفنا حسن دخول قوي فريق رجاء البيضاوي في المباراة، تسجيل هدف بالدقيقة 16 بوسيد سفيان رحيبي على إثر تمريرة ولا أروع من قبل اللاعب بن حليب، والفريق يعني كان متحكم في المباراة أمام فريق الفتح الرباطي اللي كان مشكل في أساس من لاعبين الشباب، أتيحت له أيضا فرصة لزعيمق الفارق وسط اللاعب الوردي اللي أهدرها ببشاعة، وبعد ذلك خلى المبادرة لفريق الفتح الرباطي خصوصا بسبب النقص العددي طرد اللاعب الشاب رياض إدوي بيجينين اللي بطبيعة الحال كان يعني أثر نوعا ما على مردود الرجاء. تماما فؤاد، فريق الرجاء البيضاوي كان بإمكانه أنه ربما يعني يرسم لنفسه مسار الفوز بالنقاط الثلاث منذ الجولة الأولى، لكن النقص العددي يعني بطرد رياض إدبويكيكين يعني أثر على الفريق، لاحظنا بأنه تأثر كثيرا بهذا النقص العددي، وأيضا في ظل المعنويات التي يعاني منها فريق الرجاء الرياضي مؤخرا كما ذكر خالد، يعني الأجواء ليست على ما يرام داخل تشكيلة فريق الرجاء، لكن ايضا الاستحقاق يعني يستحقه فريق الفتح الرباطي. نعم. يعني للاشاره فؤاد، فريق الرجاء لم يفوز على فريق الفتح الرباطي في الدار البيضاء منذ ابريل من العام 2017، يعني تعاقبوا ثلاث مدربين على فريق الرجاء الرياضي، غاريدو، كارتيغون وايضا سلامي، الان الشاب يعجز عن يعني تحقيق الفوز على فريق الفتح الرباطي في الدار البيضاء. الاستحقاق لفريق الفتح الرباطي الذي أمن بكل حظوظه، أيضا بخبرة لاعب مثل يعني البديل مهدي الباسل في مركز جديد يقدم الإضافة، أكيد مجموعة من الأمور يجب تغييرها في فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا وأنه يجتاز في هذه المرحلة مرحلة صعبة سواء على مستوى الداخلي وأيضا على مستوى مبارياته، لأنه مقبل على مواجهة فريق أورلاندو بايرتس في ربع نهائي كأس الكاف. طيب بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي حسن، ربما مرحلة صعبة، مرحلة ديال الانتقادات للمدرب، مرحلة ديال الانتقادات لبعض اللاعبين على رأسهم محسن متولي وما صدر منه في لقاء الرجاء امام الجيش الملكي، حتى انه تم استبعاده من المجموعه، اصابه بعض اللاعبين كمثلا اللاعب حفيظي اللي يعني غاب على المباراه، كلها عوامل كتجعل الفريق انه يدخل نفق الشك، وخصوصا نفق الغضب، غضب الجماهير ديال الرجاء على مردود الفريق بحجم فريق الرجاء البيضاوي. وكان سيحدث العكس لو كان الرجاء اقتنص الفوز. اليوم كان سيكون فوز معنوي جدا للفريق الرجاوي، ومن يعتلي منه الصداره، وكذلك قبل مواجهه في اورلاندو بيرتس في دور ربع النهائي يوم الاحد المقبل. اكيد ان الرجاء ضيع فوز كان بيده، لكن ربما الظروف المحيطه بشكل عام الفريق، منها الغيابات الاضطرارية والانضباطية، كذلك أثرت على مردود الفريق بشكل عام. طيب خالد فهمي، ربما المسائل الانضباطية كي يعيشها فريق الرجاء البيضاوي أثرت نوعا ما على المستوى التقني، شفنا حتى ربما التغييرات اللي حاول يقوم بها المدرب لسعد الشابي لم تعطي الثمار ديالها، النقص العددي أثر كثير على مردود فريق الرجاء البيضاوي، لكن كما ذكر حسن لا يجب أن ننكر المجهودات التي قام بها لاعب فريق الفتح الرباطي، لاعبين
شباب لكنهم ذوي مهارات كثيرة، مهارات كبيرة، وبالتالي آمنوا بحظوظهم، يعني تحت لهم العديد من فرص صد لها الحارس أنس زنيتي في نهاية المطاف. يعني نيران صادقة جعلت أن فريق الفتح الرباطي عدل النتيجة في الأنفاس الأخيرة. كيف ستكون ردة الفعل الآن بالنسبة لفريق الرجاء بالنسبة للقاءات القادمة؟ تنظر الآن على فريق رجاء البيضاء ونسيان هذه المقابلة والوقوف على المشاكل التي أحاطت بالفريق في هذه المقابلة، على مشاكل تكتيكية، ولما لا تدويب جميع الخلافات داخل مستودع الملابس، اللاعبين مع المدرب وكذلك اللاعبين مع بعضهم البعض، لأن مصلحة الفريق هي الأولى. الآن يجب على الكل أن يعمل جادا لتوحيد الصفوف ولمحاولة نسيان ما تم اقترافه من أخطاء، لأن الآن الفريق له محطة مهمة، محطة كأس أفريقيا. وكذلك يجب نعرف أن فريق رجاء الرياضي الفرق الكبرى في المغرب دائما يجب أن يلعب على ألقاب، ولذلك يجب تدويب الخلافات وترميم الصفوف أو توحيد الصفوف لمواجهة الصعاب، لأن فريق رجاء مطالب كما قلت سابقا دائما باللعب على الألقاب، ونعرف أن هناك مجموعة من اللاعبين الذي لديهم المستوى التقني الجيد وكذلك من الخبرة، ما يجعل فريق رجاء البيضاوي من الفرق التي ستلعب على جميع الألقاب في هذا الموسم. طيب كما ذكرت على فريق رجاء البيضاوي أن يطوي تماما صفحة هذه المباراة والتفكير بالأساس في لقاء يوم الأحد القادم أمام أورلاندو بيراتس في إطار ذهاب الدور الربع النهائي لكأس الكاف، حيث يبدو الرجاء أبرز المرشحين للظفر باللقب القاري. في لقاء آخر مثير أصدقائي حسن وفيصل، لقاء مثير بين عملاقين آخرين من عمالقة البطولة الاحترافية المغربية، إنوي كل من الجيش الملكي والمغرب الفاسي. شاهدنا لقاء مثيرا حسن، عودة قوية لفريق الجيش الملكي في المباراة بعد البداية القوية للفريق المغرب الفاسي اللي فرض السيطرة ديالو، تمكن من أنه يسجل هدفين. الكل ظن أن الأمور يعني أصبحت محسومة، لكن الجيش الملكي تمكن أنه يرجع، ليس فقط يعدل النتيجة في الجولة الأولى، ولكن استطاع أنه يفوز في نهاية المطاف على فريق المغرب الفاسي. ريمونت هذا الفريق الجيش، والنتيجة يعني تعكس الصعوبات التي يجدها دائما فريق الجيش الملكي على أرضية ميدانه. صحيح الفريق حقق الفوز السابع هذا الموسم، لكن مرتين ينتصر في ميدانه، مرة على فريق الدفاع الحسني الجديد بصعوبة، والآن أمام فريق المغرب الفاسي. بالنسبة لفريق المغرب الفاسي دائما نقول العبرة بالخواتيم، تتقدم بهدفين لصفر من شأنه أن يعطيك راحة، لكن ربما تلعب بحذر، تلعب امام فريق حتى الهدف الاول. يعني اسمح لي قطعتك سي حسن، حول الهدف الاول كان جعل خطا ديال المدافع وخطا ديال الحارس البرقادي، يعني لا يغتفر انك انا لاعب هكذا يحاول يراوغ في تلك المنطقه وكتعطي الفرصه للخصم انه ياخذ الكره ويسجل، وهي اخطاء تتكرر في فريق المغرب الفاسي، وصعب هذا الوضع الذي يعيش فريق المغرب الفاسي. لا يمكن ان تسير الموسم بمدرب مؤقت، في كل مره يتم تغيير المدرب، تغيير فلسفه نادي، لانه بكل مدرب يملك فلسفه اللاعبين وحتى معرفته باللاعبين وتوظيفه، لا يمكن ان تستمر في المؤقت يعني لفتره طويله. بالنسبه لفريق الجيش الملكي، ردت فعل الفريق دائما تكون جيده في الشوط الثاني، لاحظنا ذلك امام فريق الرجاء البيضاوي، امام فريق الوداد، لا ننسى بان الفريق قادم من لقاء اي كلاسيكو امام الوداد والرجاء، ردت الفعل كانت بالشكل المطلوب، وايضا نتحدث عن التنشيط الهجومي والتنظيم الدفاعي في الشوط الثاني، القراءة الجيدة للمدرب سفين فاندربروك دائما تكون جيدة، يعني بتواجد لاعبين يعني كوادر بقيادة جلال الدودي. نعم، ثم هناك أيضا دكة احتياط لا بأس بها بالنسبة لفريق الجيش الملكي، لأنه لما كيحافظ لاعبين اللي عندهم خبرة في البطولة كاللاعب عميمي، لاعب سابق الفريق الكوكب المراكشي، ولاعب فاتي لاعب سابق الفريق يوسفية برشيد، اللاعبين كيعطيوا الإضافة لفريق الجيش الملكي. دعنا نقول سفينة المغرب الفاسي تواصل الغرق بهذه الطريقة، لأنه الفريق باقي ما قدرش يرقى ذاك الإيقاع ديالو بالرغم من تغيير المدربين، وفي انتظار أننا نتعاقدوا مع مدرب آخر. الفريق هنا يمنى بالهزيمة الثانية ديالو على التوالي بعد هزيمته يوم الأحد الماضي أمام الرجاء البيضاوي. وما هذه تحت الحاصل الاخطاء القاتله اللي ارتكبها مكتب المسير الفريق باستغناء عن المدرب جرينو، اللي شفنا انه حقق معاه نتائج ايجابيه في بدايه الموسم. الفريق كما ذكرتي واصل تخبطه في النتائج السلبيه،
كما ذكر الأخ حسن الفريق يحتاج إلى مدرب لقيادته في ما تبقى المباريات. الآن دخلنا في مرحلة أولى مباريات مرحلة الذهاب الإياب عفوا، لذا فلابد على المكتب المسير أن يجد مدربا قديرا يستطيع قيادة الفريق فيما تبقى من مباريات البطولة. طيب سي خالد فهامي، فريق المغرب الفاسي كما نقول أصبح الآن يغازل المناطق الأخيرة من أسفل الترتيب، يتوفر على رصيد 18 نقطة أي لا تفصله سوى 4 نقاط عن المركز ما قبل الأخير. الفريق لم يستطع بعد أن يعثر على الإيقاع، أن يعثر على النفس، نفس القسم الأول، وهو العائد لتوه من القسم الثاني. ماذا ينقص في رأيك فريق المغرب الفاسي لكي يحقق النتائج التي يطمح لها جمهوره العريض؟ ما ينقصه أظن هو الاستقرار التقني. نعم. أنا بالنسبة لي شخصيا كان خطأ كبير استغناء على المدرب جريندو، لأنه كان قام بعمل جيد بصعود فريق القسم الوطني الاول، وخلال الدورة الاولى كان فريق المغرب الفاسي يؤدي بشكل جيد، انتصر في مقابلتين، كانت هناك العديد من التعادلات، ولكن كان هناك محتوى، كان فريق يلعب كرة جيدة، كان فريق منظم، ولكن للاسف تم الاستغناء عنه. عارف عند تغيير المدرب فلازم لمدرب جديد وقت كافي لمعرفة المجموعة، لمعرفة اللاعبين، وفي هذه الفترة لا يمكن ان نحاسب المدرب على النتائج، يجب عليه فترة كافية لكي اللاعبين ينسجموا مع طريقة اللعب، معرفة اللاعبين. وهناك تم تغيير المدرب، وهناك الآن تم التحدث عن استخدام مدرب آخر، وبالتالي سيكون هناك مشاكل كبيرة، رغم أن فريق المغرب الفاسي يحتوي على مجموعة لا بأس بها، لاعبين في مستوى جيد، ولكن ما ينقص الآن هو الثقة في النفس. ثقة عامل مهم وأساسي في كرة القدم. نعم. يتم اكتسابها بعد وقت طويل، ولكن يمكن فقدانها لوقت قليل جدا، وهذا ما يصعب الآن معمورة فريق المغرب الفاسي. أتمنى له أن يتم استقرار، هناك استقرار تقني، خصوصا أن يكون الهدف الأول من القسم في هذا الموسم هو بقاء فريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الأول وتثبيت أقدامه، وبالتالي في المستقبل لما لا الحديث على الفريق لكي يلعب الأدوار الطبيعية، لأن فريق المغرب الفاسي يبقى فريق كبير، يبقى فريق استثنائي في كرة القدم الوطنية، له تاريخ كبير. نعم، غير التذكير فقط السي خالد فهامي أنه اليوم تحدثنا على 3 فرق لعبتي ليها، يعني المغرب الفاسي، الفتح الرباطي، والرجاء البيضاوي تبارك الله، بقى ناقص غير فريق الوداد وتكمل وتكمل الباهية كما كيقولوا. طيب نبقى معك فقط في دقيقة إذا كان ممكن صديقي خالد، حول لقاء ديال الفريقين اللي متكافئين في كل شيء، هما المغرب التطواني وشباب المحمديه كيحتلوا معا عندهم نفس عدد النقاط اللي هو 18 نقطه، والتحقوا بفريق المغرب الفاسي، متعادلين 9 تعادلات، 4 هزائم وخمس وست تعادلات، يعني تكافؤ بين الفريقين، ويعني وهذا الشيء تاكد في اللقاء ديالهم بتعادل سلبي. كانت مقابلة متكافئة، فشلت المقابلة عن أكملها، لم يكن هناك فرص للفريقين، قليل من الفرص، كان هناك تكتيك فريقين هو عدم إعطاء الفرصة لفريق الخصم، وكذلك عدم إعطاء المساحات لفريق الخصم. أظن أن فريق المغرب التطواني حقق نتيجة إيجابية نظرا لأنه لعب خارج ميدانه، ولو أن جميع المقابلات المغرب التطواني الآن تلعب خارج مدينة الطوان. وعلى فريق محمد أظن أنه عنده مشاكل ثقة، عنده لاعبين في مستوى جيد، مجموعة من اللاعبين اللي معدل العمر تنظن فريق شباب محمدية من أقل معدلات العمر فرق القسم الوطني الأول. أظن أن في السنوات المقبلة إذا كان هناك استقرار تقني كذلك استقرار في تسيير فريق، يمكن فريق شباب محمدية أن يصبح فرق على الصعيد الوطني. طيب اذا الاستقرار هو الشيء اللي كينقص العديد من الفرق. المغرب التطواني يعني العرض كيكون جيد حسن وفيصل، لكن ربما النتائج ما كترافقش هذا العرض، يجب ان يتم ترجمه يعني هذه العروض الجيده على مستوى المستطيل الاخضر. قبل الختام كما هي العاده سي حسن، القراءه اليوميه للصحف الصادره ولصفحاتها الرياضيه. ومسال جولتنا فؤاد بجريده الاحداث المغربيه، وبها نطالع تلقيح الرياضيين المغاربه قبل الاولمبياد. الصحيفه اشارت نقلا عن مصادرها ان جميع الرياضيين المغاربه المشاركين في اولمبياد طوكيو
سيخضعون لعملية تلقيح ضد فيروس كورونا عبر جرعتين قبل موعد سفرهم إلى اليابان، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية اتفقت مع مختبري فايزر وبايونتك من أجل توفير جرعات من اللقاح للرياضيين وباقي أعضاء الوفود من جميع الدول المشاركة. إلى جريدة المساء التي توقفت عند لقاء الوداد الرياضي ضد مولودية العاصمة الجزائري برسم ذهاب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا وعنونت الوداد يبحث عن نتيجة إيجابية في الجزائر، وأوضحت الصحيفة أن فريق الوداد الذي وصل الجزائر يوم الأربعاء سيجري مساء يومه الخميس آخر حصة تدريبية على ملعب 5 يوليوز قبل مواجهة الفريق الجزائري مساء الجمعة، علما أنه أجرى حصة أولى مساء الأربعاء عرفت مشاركة كل من الإيفواري إبراهيم الشيخ كومارا أيوب عملود والمدافع يحيى عطية الله بعد تعافيهم من الإصابة. ونختم من جريدة الصباح التي اهتمت ببرمجة البطولة الاحترافية، وعلى صدر صفحتها الأولى نقرأ الديربي في الرابع من يوليوز. الصحيفة أشارت أن لجنة البرمجة اختارت هذا التاريخ للقاء الرجاء والوداد الديربي 30% بين الفريقين، والذي سيكون في مستهل مباريات الجولة 25. شكرا لك السي حسن الجابري، شكرا لك صديقي فيصل الزاكي، شكر موصول أيضا لصديقنا خالد فهمي الحارس الدولي السابق والمدرب الحارسي. خالد شكرا لك ومرة أخرى عيد مبارك سعيد. شكرا لكم على الاستضافة ودائما التألق إن شاء الله. شكرا لك صديقي وشكرا لكم أصدقائي. ربما بعد شهر الصيام نحضروا شوية الصحة ديالنا، ماشي غير تبداو مع الماكلة هذه الأيام اللي جاية السي حسن والسي فيصل، خصوصا السي فيصل شوية الكريشة راه خرجات. طيب شكرا لكم متابعينا، ومرة أخرى نقول لكم عيد مبارك سعيد لكم، ونتمنى أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والبركات كما نقول دائما للحديث بقية. إلى الملتقى يوم الغد بحول الله.